منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك باشرت حملة الأمل الفلسطينية بتنفيذ مبادرة إفطار صائم، والتي تستهدف العائلات المتعففة في منازلها. للأسف يأتي رمضان في ظل حرب الإبادة المستمرة بحق شعبنا في غزة، وأيضا هذه الحرب في الضفة الغربية والتي فرضت بعد عملية طوفان الأقصى في 7 من كانون الأول الماضي قوات الاحتلال عقبها حصارا مشددا وأغلقت الضفة ومنعت الفلسطينيين من العمل، وبالتالي ارتفعت معدلات البطالة والفقر. لذلك يأتي رمضان في ظل عجز قطاعات واسعة من المجتمع الفلسطيني عن توفير حتى وجبة الإفطار والسحور. لذلك انطلاقا ومن مسؤوليتنا وواجبنا الديني والوطني والإنساني والخيري والمجتمعي، نقوم بتنفيذ هذه المبادرة التي نوفر من خلالها وجبة إفطار متكاملة وكاملة في كل العناصر. توجهنا إلى المتبرعين لكي يقدموا تبرعاتهم السخية، وبالتالي مقابل 20 شيكل يمكن توفير وجبة إفطار فيها الرز واللحم والخبز إضافة إلى التمر والكولا، وأيضا ما يمكن أن يفيد الإنسان، وكما حتى الإسلام ورب العالمين على دورة التآخي والتلاحم، ومن أطعم مسلما أطعمه الله من ثمار الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبادرة تشمل محافظة جنين، وهي تستهدف العائلات في منازلها. نحن قبيل الإفطار نجهز وجبات الإفطار، ثم نتوجه إلى العائلات ونقوم بتسليمها بما يحافظ على تعففها وعلى كرامتها، ولكي تعيش نفس المشاعر في شهر رمضان المبارك، وحتى لا يعاني الأطفال من عدم توفر حتى وجبة الإفطار. هذا على الرغم من شعورنا الكبير مع أبناء شعبنا في غزة، إلا أننا يجب أن نستمر في هذه الحياة. هذا كله طبعا بدعم من أصحاب الأيادي البيضاء من المحسنين والمحسنات الكرام، وضمن المبادرات الخيرية التي تنفذها وتستمر بتنفيذ حملة الأمل طوال شهر رمضان المبارك. أنا متطوعة في حملة الأمل لأكثر من سنة، نحب نساعد الناس الفقراء والأيتام والمحتاجين، بنقدم وجبات طعام طرد غذائية، وهذا الشيء خلاني أحس في الناس الفقراء والمحتاجين.